طريقة تنظيف سمكة المليئة. أولا يعني هيدي سمكة أنا كتير بحب صيدها، كتير بحبها، طيبة كتير. أول شي نبرش سكين، برش كتير سهل. بس في نصيحة بدي لكم إياها، أي صياد يعني يعتمد هاي الطريقة بيرتاح. خلوا السمكة دايما بالماء، سواء بسطل أو بقفص بقلب البحر، تضل طرية وتضل عايشة لأطول وقت ممكن، بتضل طازة. مثل ما ملاحظين هيدي أنا شلتها من المي مشي 5 دقايق بس. هلأ برشنا أول وحدة، رح أبرش هيدي أكبر شوي. معروف إنه السمك بزملط عادي. هلا الحلو فيها هيدي السمكة انه ما فيها من فوق، يعني بتحطوا ايدكم ما في شوك، ما بتشوك لا من فوق ولا من تحت ولا شيء. تعاملوا معها بكل راحة بال، انه ما فيها اشواك بتشكشك وبتأذي وما بعرف شو. هلا هيدي السمكة الكبيرة انا حعملها بطريقة، والصغيرة حعملها بطريقة تانية. عادة نحن بنفتحها من بطنها لهون، في كذا طريقة للتنظيف. بس نشيل الخياشيم، هذا الخيشوم بس يطلع اللي هون بيطلع كل شي معه على الكب. خلينا ياكلون السمكة هدول. هلا حنغسلها اكيد. الطريقة الثانية اذا كان فرخ شوي صغير ما بدي اتلبك فيها هالقد، بيجي من الراس من ورا بالمقص، بشيل الراس، بشيل البطن مع الجناب، بنظف القلب من جوا وخلصت. بالطريقة هيك بنوفر يعني قلب، بنوفر زيت. هذا الراس ما في داعي له، اللي بيحب انه يخلي الراس ما في مشكلة بيعتمد على الطريقة. حنغسلهم، بتعرفوا كيف يعني طريقة غسيلهم، ما بدها شيء. نشوف فيكم منظرهم كيف بيصير. هلا غسلتهم انا بمية البحر، وهولي صاروا هلا انضاف، بدهم ضربة مي حلوة بالبيت. وأكيد هول بنرجع بنشيلهم، بينشيلوا معنا إذا بدنا بالسكين بالشكل، بنحفرهم بنحفن شوي، هو سود نتفة صغيرة هيك، وبنقطة مي حلوة بيروح وما بيضل شيء بهالشكل. طريقة تحضيرهم أنا كيف بحضرهم، رح أترك لكم أنا فيديو بآخر صفحة. طريقة قليون أنا كيف بقليهم بأي طريقة. إذا كانوا طراية هيك بينقليوا دغري، إذا كانوا مفرزين يعني حطيتوهم بالفريزر بس تشيلون وبتقلون بيفرطوا، فمشان ما يفرطوا بعتمد معهم انا طريقه قلت لكم، رح اترك لكم اياها باخر الفيديو. بتمنى يكون هالفيديو نال اعجابكم واستفدتوا من المعلومه اللي اعطيتكم اياها. اعملوا لنا لايك للفيديو، اشتراك ومتابعه، وبشوفكم بفيديو لاحق.